kabus başına insan merhamet eyler, bak gözümün yaşına. İnsan merhamet eyler, bak gözümün yaşına. Digel ağam, digel paşam, yeter yalvartma beni. Digel canım, digel malım, yeter yandırdı beni. Digel canım, digel malım, yeter yandırdın beni. Bravo Mahmud. Bravo. ولك محمود شو هالصوت الحلو؟ صوته بجنن ها؟ طعمينا حد لحتى صار صوته بجنن. شو أخبار المدرسة؟ واقفة بعد اللي صار مع جيم وطالعنا الأولاد من المدرسة. المديرة بعتت خبر، بكرة رايحة لشوف شو رح تقول. جايين يخوفونا، قوسوا بالهواء وراحوا. عمي شو قصدهم بهالحركة؟ هاي رسالة، الكلب عم يقول لي طلعت بس لا تفرح أنا وراك. أعطيني إياها. ما فيني ضل قاعد هيك. بابا لا تستعجل، الدكاترة قالوا لك شو فهمهم. انتبه يا آبا. عم أهلك لا تكونوا مفكريني مشلول عن جد. بابا انتبه على مهلك. خدوا هاد، ما بدي شوفه. أحسن من قبل. خراب زمان. في شي خبر؟ عن أي خبر عم تسأل؟ فهمت، عم تسأل عن مراد. ما اتصل؟ لا. شو في؟ نعم؟ شو في وينه؟ ما سمعتي؟ قولي له يجي يبوس ايدي ويستسمحنا وننسى اللي صار. تعرف اخي بابا، ما في فايدة. روحي اعملي مثل ما قلت لك. ماشي مثل ما بدك. بسرعة. اشتقتلك كتير، انت منيح؟ جان عم تسمع؟ تعالي خديني من هون. ليش صاير شي؟ ايه صاير. شو صار؟ اين ابوك؟ حاجة تعيطي، ماني برات اورفا اليزابيث، انا ببيت واحد رفيقي باورفا، ما فيك تهدي شوي؟ نو جان، هكالي اللي صار بينك وبين ابوك. شوفي
أحياناً بيصير شوية مشاكل، سوء تفاهم بسيط. شو بسيط؟ سحبوا سلاحها عليك، أنا جاي لعندكم مراد، بدي آخذ ابني. قلت لك لا تجي، رح أبعث لك جان، بوعدك. جاي مراد. إليزابيث، صدقيني ما في داعي. بس أوصل على إسطنبول بهكيك. كل اللي قدامك يا بنت. عم باكل. هي على طول هيك ولا ما عاد أكلت بعد القصة؟ عمو، شو مشان موضوع البنت؟ شو رأي ستات البيت؟ بيني شو لازم نعمل؟ بدنا نحدد يوم العرس، الجماعة ناطرين خبر، ما هيك ماما زينو؟ إيدال؟ نعم ماما زينو. بعتي خبر لسيد، خليهن يجوا لنحكي بالعرس، لازم هالموضوع يخلص على خير. ماشي. خجلت وحمر وشها. رح حضر حالي، رايحة على المدرسة قابل المديرة. بدي روح معي. رحتي لحالي أنسب. جاي معي. ما بيصير. طيب خلي حدا يروح معك على الأقل. هيك شغلات ما بتناسبني، رايحة لحالي. قربتي